مرحبا أصدقائي وصديقاتي، كيف حالكم؟ أنا اسمي خوخة. اليوم سوف نتعلم أمرا هاما يهمنا نحن المسلمون، نفعله 5 مرات في اليوم، فهل عرفتموه؟ نعم، إنها الصلاة، فهيا بنا. انظروا، لقد حان موعد صلاة الفجر، فهيا نستعد للصلاة. بالنسبة للفتيات الجميلات، يجب عليكن أن تلبسن شرشف الصلاة. كم أبدو جميلة، أليس كذلك؟ طبعا، لا ننسى سجادة الصلاة، أحب هذا اللون. عندما يحين موعد الصلاة نتوضأ ثم نستقبل القبلة. القبلة هي اتجاهنا نحو الكعبة المشرفة، ثم ننوي أداء الصلاة والنية محلها القلب، ونكبر تكبيرة الإحرام، نقول الله أكبر، ونقرأ دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وبعدها نقرأ سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم نتلو ما تيسر من القرآن الكريم، ثم نكبر ونركع ونقول سبحان رب العظيم 3 مرات، وبعدها نرفع من الركوع ونقول سمع الله من الحمدة، ربنا ولك الحمد، ثم نسجد ونقول سبحان رب الأعلى 3 مرات، نرفع من السجود ونقول رب اغفر لي ولوالدي، ثم نسجد مرة ثانية ونقول سبحان رب الأعلى 3 مرات. الآن انتهينا من الركعة الأولى، نبدأ بالركعة الثانية، ونكرر مثل الذي فعلناه بالركعة الأولى. وعندما نصل لآخر سجود نرفع من السجود ونقرأ التشهد الأول والأخير: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم نسلم السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله يسارا.